ترجع بلادك معناته أنك تبدأ حياة جميلة ويكون عندك ذكريات جميلة. قد حصلت على فرصة في الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ويسكونسن، ودرست علم الأنثروبولوجيا. صعب أنك تودع أهلك حتى لو كان الهدف جميل. حاولت أتغلب على مسألة الحنين للوطن، لكن لابد أن تفكر بواقعية. فأولويتك الآن أنك تكون جامعي، لازم تدرس. أنا ناشر فول تايم ببلشر، والمهنة الثانية التي امتهنتها هي الكتابة، فأنا ناشر وكاتب. نصيحتي للطالب المقبل على الدراسة في الخارج، خاصة في الولايات المتحدة، لابد تسوي الواجب اللي عليك، أن تفهم الثقافة الأمريكية، أن تفهم التعليم في الولايات المتحدة، أن تفهم طريقة الحياة في الولايات المتحدة. المعلومات كلها متوفرة اليوم. الواحد يبقى الأفضل، يعني لازم أختار أمريكا. أنت يقولوا لك اليوم عندك فرصة تدرس في أفضل الجامعات في أوروبا، في آسيا، في أمريكا، شو بتقول؟ اختار أمريكا على طول. يعني لو حصل لي الآن فرصة أني أعيد تجربتي في الولايات المتحدة، نعم بعيدها، وبعيدها بكل تفاصيلها. الجامعة تعطيك أدوات للبحث، أدوات للمعرفة، أدوات التفكير، وهذا اللي يميز الولايات المتحدة. أنا أخذت هذه الأدوات وأتيت بها بلادي. بتسير، بتتعلم، وبتتخرج، وبترجع بلادك شخص مفيد. كل ما عليك اللي تسويه عيش التجربة.